ناس بينطروا الربيع حتى يتمتعوا بجمال الطبيعة بجبالنا الخضراء وريفنا الغني، وبالمقابل كتار هن الأشخاص اللي بيخافوا من مخاطر التوغل بالغابات والتخييم فيها بسبب الحيوانات والزواحف اللي ممكن تشكل خطر على الحياة. لهيك رح نكون باتصال هاتفي مع الباحث بالبيئة والحياة البرية إياد السليم حتى يجاوبنا على سؤال بيسألوه كتار من الناس، شو هي عوامل الخطر اللي لازم نحن نحذر منها عند التخييم بهيدي الفترة من السنة؟ يسعد صباحك استاذ اياد. يسعد صباحكم. رمضان يسعد كريم. صباحك. رمضان كريم عليكم. فصل الربيع طبعا تفضل. فصل الربيع يعني بيقترن بتجدد الحياة، وبالحلقات الماضية كنا حكينا عن الزهور، حكينا عن الطيور، ولكن ما أنا مثل الكائنات، يعني ما كل الكائنات بالطبيعة أكيد هي مسالمة. كتار ناس بيحبوا التخييم بهيدي الفترة، إنما بيخافوا من الزواحف، بيخافوا من الحشرات، أيضا أسراب الجراد اللي كنا هلأ سمعنا عنها بهيدي الفترة، فياريت كمان تخبرنا عن أكثر عن هذا الموضوع. تمام، راح نبلش بالجراد وننتقل على الموضوع الأساسي. هلأ الجراد فيه نقطة جوهرية، الناس أولا ما لازم يتخوفوا من موضوع الجراد لحد كبير، وبنفس الوقت ما لازم يصير استهتار بموضوع الجراد، وخاصة من الجهات المعنية لمكافحته. في نقطة غاية في الأهمية وأنا بدي أوجهها للناس وللمعنيين بشأن مكافحة الجراد. انتقال الجراد بالطيران، أسراب اللي بينتقل فيها طائر من منطقة لمنطقة، هو ما بينتقل لما يدور على ليقتات، ما يدور على مناطق عشبية ليأكل منها، لا، هو ما ينتقل بهالمرحلة من حياته لحتى ينشر جنسه، يعني لحتى يبيض بالمنطقة اللي راح عليها ويتكاثر فيها. لهالسبب أنا بنصح الناس إنه اللي لازم يراقبوه طبيعي، فيه يعرفوا إنه إذا شافوا أسراب لازم يبلغوا عنها مديرية الزراعة. إذا شافوا سرب، أهم نقطة أنه يراقبوا وين غب ويراقبوا المنطقة، أو إذا ماشيين مثلا بعد يومين ثلاثة وشافوا مناطق عشبية مأكولة من الجراد، مرعية من الجراد، كمان يبلغوا عن هالنقطة هاي ويراقبوها، وخاصة للشهر اللي قادم. إذا الجراد كان ظروف مثالية لإله والحقيقة مناسبة لإله هالفترة هاي، فالبيض اللي بيحطوا بالأرض بفقس بعد أسبوعين، هلا ممكن بعد شهرين، بعد ست شهور حتى، بس ولكن بالظروف المثالية بفقس بعد أسبوعين. يعني الخطورة الأكبر من الفوج اللي بده يفقس ويطلع جديد، لأنه بتكون أعداده مضروبة بعشرة للسرب اللي نزل. وما عليه شيء، هلا ليش ما لازم نستحين فيه؟ الجراد بيظنوا الناس إنه والله لك في 2000 3000 طايرين، لا لا، الجراد أسرابه بتكون مئات الملايين وحتى المليارات. يعني ممكن سرب واحد يكون 50 مليار، مو 50 مليون، 50 مليار أو حتى 100 مليار جرادي. والحقيقة الأرقام الكبيرة كتير كتير من الجراد هي اللي بتكون الكارثية، لأنه ببيده الغطاء العشري وطبيعي ما تصير مكافحته شبه مستحيل. هلا ليش كمان ما في داعي للتخوف؟ الحقيقة نحن منطقة مو منطقة غزو جراد بامتياز، هي ما هي المناطق المنتخبة من المناطق الصحراوية، هو اللي بيغذيها عادة. بس يعني يعني اكثر الاشخاص ان متخوفين بشان المحصولات الزراعيه، المحاصيل الزراعيه، انه ربما هيدا الجراد ياثر على هيدي المحاصيل، يتناولها ربما. ذكرت حضرتك انه هن ما بيشكلوا خطر على المحاصيل، انما الخطر فقط بالبيوض اللي بيضعوها ضمن هيدي الاراضي. الخطر الاكبر اكيد الرعي لما بيحطوا اثناء فتره بأنه بالحقة بالتربي، بتصير الأنثى بتحط كل حقن بيض، 100 بيضة تقريبا، بس كمان بيرعوا المنطقة اللي بيجوا فيها. يعني ممكن يبقوا أسبوع أسبوعين ثلاثة ما يرعوا الغطاء الأخضر، زائد أنه ما يحطوا بيوت. الحقيقة ما في، نحن اللي صار عندنا الشيء معتبر يعني كغزو معتبر كان بال 1915، يعني إلى فترة طويلة ما صار عندنا. بصراحة يوم تصارت مجاعة بلبنان، سوريا، وفلسطين، بس هالحكي يعني ممكن كل 50 سنة، طبيعي ما كان في يوم هالوسائل الوقائية أو هالوسائل يعني السموم لرش. بقى يعني ما في تخوف، بس كمان أمر لا يستهان فيه أبدا.
أكيد. نعم. بالعودة لموضوعنا اللي بدنا نحكي فيه أكثر اللي هو موضوع التخييم، ومثل ما ذكرنا بهيدا الوقت من السنة كثير ناس بيحبوا يطلعوا على الطبيعة، إنما التخوف من الزواحف أكثر شيء من الأفاعي اللي ممكن تشكل خطر وتهدد الحياة، يعني خبرنا أكثر عن هذا الموضوع، كيف ممكن نحن نتفادى خطر الأفاعي؟ الحقيقة أنا عملت دراسة دقيقة عن هالموضوع هذا، وحتى بالمقال اللي كتبتها إنه شو الشغلات اللي بدنا نخشاها أو نخاف منها في بيئتنا السورية بطبيعتها. الجواب كان لا شيء أو شيء واحد فقط، هو لا شيء. أول جواب هو لا شيء، ما في أي كائن بخوف. ينزل عالم هالأقاويل اللي بيسمعوها من تراثنا الشعبي ومشاكل إنه ضبعا مثلا أكل الطفل، لا، هذه كلياتها فيها مغالطات أو خاطئة. كيف؟ هلا ممكن يشوفوا، كانوا أيام زمان ممكن طفل كان راعي، ممكن منهوش ضايع له يومين ثلاثة أربعة، الحقيقة بعد ما بيكون ممكن واقع وميت، بعد مو ميت الكائنات الموجودة نهشته، يعني خطر من ضباع، من ذئاب، من غريري، من إلى آخره، ما في أي خطر أبدا. في كتير ناس ما بيعرفوا، مثلا على سبيل المثال أنا ركزت شوي على الضبع لأنه في كتير أقاويل شعبية عن الضبع. تحريق الضبع أكثر حيوان جبان على الإطلاق، حتى الذئب جبان كثير، وكلهم يعني بس يسمعوا صوت إنسان بالمنطقة أو يسمعوا مشيته يهربوا، ولعاد يجوا بجوز يوم يومين ما عاد يسترجوا يقربوا بيخافوا. حتى الضبع معلش أحد وسائل صيده للضبع، يفوت الصياد بدون أي سلاح على الوكر ورا الضبع، بيسحب بالوكر وبيفوت، بيكون الضبع خاف وطب أو قاعد بزاوية معينة بهالمغارة، بلون اجى الصياد حط له كمامه على راسه ولمعه اي سلاح ابدا، حط له كمامه على راسه، لف له حبل على رقبته وسحبه وطلعه من المغاره. نعم، هيدا بموضوع الضبع وغيره، ولكن اليوم الافاعي يعني احنا كلنا بنخاف. سيره الافعى هي بحد ذاتها مخيفه سيد اياد، يعني ونحن عم نشوفها هلا، يعني كنا بنعرف نحن بفتره الربيع انه بتطلع من اوكارها، بتكون هي جوعانه بعد السبات الشتوي، فهي بتكون عندها قابليه للهجوم على اي فريسه بتطلع بوشها. هيدي الاقاويل، هل هذا صحيح؟ وكيف فينا نتفاداها؟ يعني الحلو انك قلتي كلمه اقاويل، معلش بس كمان نكمل النقطة الحساسة على موضوع الحيوانات الثانية. حتى الديب، حتى الذئب إذا سمع صوت إنسان بده يهرب. نحن الحقيقة عملنا برنامج فيلم حياة برية من سنوات بالرقة بحويجي، من حوايج الفرات، منهم جزيرة، كنا بصراحة بتعبير شعبي كنا نبوس إيده للذئب، لقطيع الذئاب، نحن في مملكته وعنده كارته وضمن جزيرة ما فيها ناس، وكنا نبوس إيده لنبوس إيد الذئاب لحتى تقرب علينا لفينا نعمل لهم أفلام ونصورهم. يعني كان يستغرق يعني كان يستغرق منا ساعة وساعتين نشوفه من بعيد ليسترجي، بده ساعتين ليوصل لعنا، لأنه كل ما مشي خطوتين جبان بده يطلع يمين ويسار وبس يقرب علينا. إذا وقعت من إيدنا شغلة صغيرة، ضجة صغيرة، يهرب ويركض ولعد يجي لساعات طويلة. إذا حيوانات ما في تخوف منها. بس أنا قلت لكم في جواب ثاني وهو شيء واحد فقط. فضل. اللي بيكونوا بالبراري إن كان تخييم ولا زيارة، وخاصة بالليل، إذا شافوا حيوان من الكلبيات مثلا جقل أبو عقلي أو حتى ثعلب أو أي حيوان تاني، شافوه واقف بوقاحة، كيف بوقاحة؟ يعني واقف ما يتطلع فيهم، مثلا حركوا له بإيدهم أو شيء يضل واقف بأرضه، هذا اللي بينخاف منه، مو بينخاف منه لأنه شرس أبدا. هيك كائن بيكون مصاب بداء الكلب، السعار بيسموه السعار، بيكون هذا أولا زايغ عيونه ما نشايف شيء، ومضروب دماغه لأنه بينضرب الخلايا العصبية بدماغه بيصير مثل المجنون. يعني هذا الكائن الوحيد، هذا على فكرة هاي شغلة صدفي ونادرة كثير، أنا بكل جولاتي وتجوالي بحياتي ما مريت معي، الحمد يعني لله. يعني بس يكونوا حذر من هيك كائن، شافوا هيك كائن يجمدوا بأرضهم بشكل ثابت، لأنه هو بيشوف الحركة نص أعمى، يعني بيشوف الحركة بس، فقد يثبت الشخص ما يتحرك. يعني هيدا هو الحل الوحيد حتى يروح هيدا الكائن؟ الكائن هذا في حواليك شجرة، طلع على الشجرة ووقف ما تتحرك، خلال دقائق هو ما شاف أي حركة بيضل مكمل ورايح، هو بعد يومين ثلاثة بده يموت حكما، لأنه ما عاد بوجعه وبمرضه ما عاد في ياكل، بيضل حياته مثلا أسبوع ممكن 10 أيام بدون أكل بيجي ميت. إذا يوقف بأرضه يطلع على الشجرة، إذا في شجرة ويوقف شوي بيكون راح. هذه حالة نادرة بس هي الوحيدة. والشيء الثاني اللي كمان ممكن يكون حذر منه الشخص هو وين يدعس. ليش وين يدعس؟ رجعنا على موضوعنا تبع الأفاعي. هلا بهالوقت هذا مثلا طلع شوب ما طلع، او شوب بالطبيعي الأفاعي بتطلع من النوم الشتوي وبدها
تسعى بالبراري وممكن تزاوج، لانه هي بدايه موسم التزاوج عنده. هلا بس اذا واحد شاف ارض مناسبه وبيعرف انه هالمنطقه فيها هالنوع الوحيد اللي ممكن يكون سام اللي اسمه الافعى البيضاء، بس ينتبه وين يدعس، ماشي بطريقه معينه، يعني كل شوي يطلع قدامه ما يدعس. بس كمان انا بطمنهم بشغله، هالنوع الشبه الوحيد اللي في عليه خطوره اللي هو الافعى البيضاء، هالنوع هذا وخاصة القياسات الكبيرة منه، إذا واحد قرب منها إن كان بنهار ولا بالليل، هي بشوب أحيانا تسعة بالليل كمان. المهم هدول إذا قرب منها أو سمع خطوات يصيروا ينفخوا معلش يسمعوا الناس مثل هالصوت هذا، متى سمعوا بصيروا يطلعوا، سمعوا طلعوا، هي ما بدها الكائن يقرب عليها لأنه أبدا ضيع سمع على الفاضي إن كان جقل أو غيره. لها سبب، منشوف بهالنقطة هي بالذات منشوف إنه المشافي انه حد جاي على المشفى ملدوغ بحي بافعى سامي من البيضة قليل كثير وشبه معدوم بمشافينا. اذا معلش كمان انت قلتوا على خطوط الافاعي، افاعي مسالمين، معلش كلمه مسالمين مسالمين، يعني الافعى ما انا متخزن سم لها مشان تصرفه على انسان تعبده، لا مشان تضرب فيه فريسه وتقتات فيها. هلا كيف مسالمين؟ يعني تمام اللي بتشوفوهم جايين على المشافي، إذا الواحد بيسألهم كيف أنت كيف عطيتك الحياة؟ في حالتين بشكل عام خلينا نقول هنون الوحيدات، يا أما يكون معه رفقاته وبده يبين حاله بسموها نفسية أو أنه شوفت حال أو مشاكل فهو بيتحرك، أنا بدي أمسكه شوفه، أنا بمسكه وركض بدي أمسكه يلعب فيها ولا نعرف عن نوعيتها، مسكه وبطريقة ما عنده هالخبرة بتكون لذيذة. هاي أول حالة. والحالة الثانية اللي شائعة هي دعسة، يكون قايلون والله انا مشيت وهذا وتعست مشدوده عضتني كثير. طبيعي هلا اذا واحد لابس بوط عالي شوي هي بيحميه من هالنقطه هي، وطبيعي مع الشيء ما بده ولدني مع الافاعي. هلا كمان حتى خويف، نحن ابدا خويف ناس، وبصراحه يعني حتى بشكل عام قتله غلط. هلا طبيعي اذا كانت افعى سامي ومعروفه ومحسوم امرها انها سامي وضمن منطقه سكنيه، طبيعي هلا بدول ثانيه بينقلوها على منطقه ابعد، بس طبيعي قتلها بهالحاله هي مبرر. يعني بتأيد قتل الافاعي او نوع معين منهم لتفادي خطره؟ لا الحقيقه هي علميا غلط، علميا غلط، هي الشيء المثالي تنقل الى منطقه ثانيه بعيده، بس اذا كان ضمن منطقه سكنيه طبيعي ما في مفر من قتلها. بس معلش هون بدنا ننوه على نقطه كثير. هلا عندنا عدد كبير من انواع الافاعي، هلا بجوز نسبه السام فيهم قليله كثير، يعني هلا مثلا بالمنطقه الساحليه يعني العالم ممكن يكونوا حذرين او ينتبهوا بس فقط من الافعى البيضاء. الافعى البيضاء هي لانها منتشره عندنا، هو حقيقه في ثلاث انواع، نوع كمان ثاني الرقطاء المحوجبي عليها عيونها مثل الحواجب، هي بتكون بالمناطق العاليه بتكون فيه مشاكل بالمناطق العاليه بتتواجد وبشكل ما نهل كبير يعني. هلا في عندنا بالساحل نحن في الفلسطينية، هي ظهرت بهالسنوات الأخيرة شوي، هي بيكون على ظهرها خط زجزاك عريض بني. الحقيقة هي متواجدة بطرطوس أكثر، بلاد إيه نادرة كثير وما نهل هالأعداد الكبيرة. المنتشرة عنا الحقيقة هي البيضة. يعني باختصار شديد كانوا يسألونا كثير إنه طيب كيف بدنا نميز إنه شفنا حي، كيف بدنا نميز إنه هي حي سامي ولا مو سامي؟ هي نقطة مهمة. هلا طبيعي جواب دقيق علمي ووافي ما فيه، بس فيه معطيات الواحد بيشوفها. القاعدة الأساسية اللي ينتبهوا لها، شافوا حية طويلة وسريعة ونحيفة ودمبة طويلة وهي 100% ما لها سامي، فين يمسكوها ويلعبوا فيها مثلا. نحن ما بندعي، نحن أكيد ما بندعي الناس إنه يمسكوها، بس يعني ما في عليها إشكال أبدا. طبيعي في ناس عندهم فوبيا من الأفاعي، إذا طويلة سريعة حركتها رفيعة نسول لون طبيعي. هلا إذا لون أسود ومنحط طويل عندنا بالساحل هذا الحنش مسالم كثير ومفيد كثير، بياكل فئران من الاخرين. نعم. شو اللي بدهم ينتبهوا له؟ اذا شافوا هلا نوع حيه قصيره تخينه مثلا دمبه قصير ومحرش فيه ما فيها هل جسمه ما فيه لون لامع مثل هدول بيكونوا طبيعي بدهم حذر منهم، بيكونوا بطيئين. هدول بطيئه تخينه محرش فيه او خشنه ما لونها ناعم بطيئه، خلص هي سامي بعدوا عنا ما يقربوا عليها. نعم. إذا هي مجموعة من النصائح قدمتها حضرتك حتى نستفاد نحن من الطبيعة بهيدي الفترة، نستفاد من جمالياتها ونحذر من الكائنات الموجودة فيها بشكل أو بآخر. أكيد نراعيهم، والله أنا برأيي أنه نراعيهم كمان أهم الحذر منهم. إن شاء الله. أكيد نتشكرك على تواصلك الدائم معنا الباحث في الطبيعة الأستاذ إياد سليم، أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. يعطيك العافية. شكرا لك.